واجب يا أخي، ما هو واجب الدلك. شكرا. طيب يا شيخ أنا أصلي مع جماعة في المسجد وأنا جالس على كرسي، فجاء شيخ نصحني قال لي ما يجوز تكبر وأنت جالس، لازم تقوم تكبر وبعدين تجلس، هذا ركن التكبير ركن فضله. إذا كان تقدر على أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف ثم تجلس على الكرسي، نعم هذا الشيء واجب. أما أو تقف بقدر قراءة الفاتحة ثم تجلس على الكرسي، إذا كنت تقدر على هذا فهذا ركن من أركان الصلاة. وأما إذا كنت لا تقدر على القيام فإنك تكبر وأنت جالس على الكرسي تكبيرة الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ يقول الركعة بما تدرك